انا عندي مشكل مع الراجل، خرجني بالليلة ونهار اكثر من 20 عام ديال الزواج. خرجنا من لا شيء، بحال عشت اكثر من 20 عام مشات ليا والو، ما صورت منها، ما استفدت منها انا بعد حتى شي حاجه. الربح اللي استفدت منه هو دوك الوليدات اللي ديت. عندي بنيه ووليد، كيفاش دوزت؟ هو انا اصلا يتبزز عليا النهار الاول، الوالدين لا سخط رضا لا خوتي لا هادي لا هادي، ما ديناش ماشي مشكل، لان ولا كيدي لي مقسم لي الله. 20 عام دازت مكدبش عليك ديال العذاب، ملي تولاو عندي الوليدات ولاو عندي ما عمرنا تفاهمنا فيها، انا كندوي هكا وهو كيدوي هكا، ملي ولاو الاولاد ولاو ما تلاش عندي فين غنهزهم ونخرج، ما عندي لا مي ما لا بو لا حتى شي واحد الله يرحمهم كاملين. صبرت، اليوم غدا اليوم غدا، اليوم يتبدل غدا يتبدل بعد غدا يتبدل، والو داكشي اللي فيه فيه. مؤخرا زاد فيه ولا ينعتني بشي نعت خايب قدام الدراري ولادي، كيحط عليا شي حاجه قلت لك ما كايناش، الا عندك الوجه خرجي، اش جالسه ديري معايا، انا اصلا ما باغيك ما حتى شي حاجه. صبرت تعيت، ولا كيتهجم عليا ولا يضربني قدامهم. صبرت تعيت، هزيت راسي مشيت عند خويا. الحمد لله وربي شاهد عليا، قلت لك كل عذاب. تفكر شي حاجه زوينه دازت بيناتنا ما عمرني تفكرتها زوينه. انا دروك دابا جيت عند خويا شحال جهدو يهزني، ما عندي لا وظيف لا خدمه لا حتى شي حاجه، عندي الوليدات كيقراو. بالنسبه لي بهذيك الايام اش كان كيعيط كان كيالفاظ خيبه، وانت جيتيش القضاء ما قدرتش، ما بغيتش، ولادي كرهوني، ملي تهجم عليا ويضربني تا صوبت واحد المقال بغيت ندفعو للعدل وكيل جلالة الملك شويه، وانا نقول اعوذ بالله باش ترجم على قبل وليداتي، ما نقدرش، ما بغيتهمش يكرهوني. يقولك حق لحقت بانا الحبس ولا دارت شي حاجه ليا خايبه، صبرت انا في حقي. كيفاش كان كيتصرف مع ولادو بانه جافر؟ تم ناحيه ولادو جافر، كاينش داك الحنان الابوي ولا ولدي ولا هادي ولا ما كايناش. واش قدرتي توضح لنا الامور اكثر باش الله يعرفوا الحاله ديالك بالضبط؟ ما عرفتش علاش. علاش كيما قلتي انت عمر ظنيتي شكون؟ ما عمرني ظنيت نتلاح، قلت لك انا كنت صابره، ماشي شي واحد مخصوص ولا شي حاجه، ما عندوش وما خصوش، ما عندنا السكن، عندنا سميتو بلاصه زوينه لوليداتنا، واحد المقر اللي هو زوين، ولكن قلت لك ما بقيتش عرفت، قلت لك شنو. انا صبرت قلت لك ما تلاش، ولكن داكشي قلت لي ولا مؤخرا شي حاجه اكثر من بزاف اللي ما تلاش الانسان، قلت لك يزيد يصبر ولو قلت لك يكون فيه الرزق. شي ناس قلت لك قدام خايب الدراري كيعرفوا، شي معيار شي سبان شي ولا يقول لي ندير لك فخ نصيفطك للحبس ندير لك هادي شي ما شي نقول لك تا كان هي الله اللي عالم. ولا عندك الوجه ما تجلسيش معايا، اش جلستك معايا وانا ما حاملكش وانا هادي اللي وصلت للعصا ما تلاش فيا، ما نزيد نصبر ناكل انا ناكل العصا قدام ولادي والناس يتفرجوا فيا، ما تليش قدرت نصبر. عندك الوجه خرجي في حالتك، والو هو هكاك جاهل. ما نعرفش حيت انا ما عنديش اختلاط حتى بالناس، ما خرجت من دارنا كيما قلت لك زوجوني الدار، خرجت من دارنا مشيت عندو، ما نعرف نخدم ما نعرف حتى شي حاجه. خرجت ولدت الوليدات بقيت حاضنه على وليداتي وجالسه، اليوم يتبدل غدا يتبدل بعد غدا يتبدل، 20 عام اكثر من 20 عام، ماشي ساهل الانسان باش يضرب ليه كله في الصيرو ويمشي يخرج من والو. ما عندوش من نهار عرفتو انا هو هكاك، من ضحكو
ما ندويو ما نجلسو على شي طابله زوينه ما حتى شي حاجه، ديما المشاكل ديما المشاكل بزاف رغم هادشي اكتساب بزاف اكثر من الصبر. علاش؟ على وجه ولادي، كنقول ولادي ما نشردهمش، ولكن في الاخر درت عييت انا، خرجت انا وياهم، ما عندنا سكنه، ما عندي وظيفه مناش نعيشهم، ما عندي قلت لك حتى شي حاجه. والو عندنا 3 شهور دابا ولا اكثر من 3 شهور حنا خارجين من الدار، ما عمرو صرف عليهم حتى 1000 فرنك، ما كيسول عليهم، ما يصيفط ليهم، ما يعرفهمش فين كاينين، بحال ماشي ولادو. محاولتيش ترجع للدار اللي كنتو فيها وتقول ليكم جات شي مرا ولا بدل عليا الساروت ديال الباب، مشيت بغيت ناخذ حوايجي، حتى حوايجي ما جاتهمش. جا شي القضاء، دعوة ديال الطلاق هي اللي عندي دابا، حنا سالينا بقات ليا جلسة وحدة. بالنسبة دابا الوليدات متفاهمين الأمر، عارفين الغلط جا منو هو كيعرفو كلشي، راه كبار ماشي صغار، متفاهمين الأمر. الدرية عندها 20 سنة والدري عندو 15 سنة، قالك حنا، قالك حنا عيينا. الرسالة باش وجهي انا ما نكذبش عليك، كنطلب الله، انا ما كنسعاش، كنطلب الله، بغيت قلت لك شي وظيفه ولا شي، عندي سميتو واحد شين في اليوتيوب، الا كانوا يتعاونوا معايا خوتي المغاربه طلع لي باش نصرف. قلت لك انا بغيت نعيش وليداتي بالحلال، ما بغيتش ماشي شحال من عام وانا صابره وكل شيء يضرب لي في الزيرو. انا دري قلت لك كتقرا عندي دابا في السنه الاولى في لافاك، بغات تخرج قالت كنخرج ونخدم، قلت لها لا، الا خرجتي خدمتي بحال انا ما درت والو، بحال كلشي داك العذاب اللي دوشت شحال هادي كلشي غيمشي ليا خاوي. انا بغيتهم يوصلوا، واي ام قلت لك كتشوفني ام مغربيه وغتحس بيا وغتعرف قلت لك كيفاش الحر ديال الرجال كيفاش داير. انا باغا ولادي يوصلوا، ما بغيتهمش يضيعوا ليا، جبتهم حتى لهاد المرحله قلت لك ونضيعهم. بعد ما يبدا السيف عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي هذا المنبر الاعلامي، دوك يتصلوا بك شي ناس وكيقولوا لك شي حوايج خارج على الموضوع. شي رساله اليوم حشومة هذاك الشيء اللي كيديروا، لان الانسان قلت لك ما كيجيب الجريده الالكترونيه ولا كيتشكى ولا كيقول كيعاود الضرر اللي هو فيه، حتى كيكون الله اللي عالم به، وكيترجى قلت لك المساعده من عند خوته، ماشي مساعده ماليه، وانما قلت لك مساعده الا كان الانسان يساعد قلت لك بشي حاجه اللي غتفيد هذا الانسان اللي هو مضرور، ماشي يبدا كيتفلى عليه. اش نقول لك، جاوني قلت لك شي مكالمات وشي انا حشمت في بلاصتهم حشومه، لان اللي ما يقدرش قلت لك غير اللي ما غيساعد ما غيديروا بلا ما يحتاج، قلت لك يبدا يزيد يكمل على البنادم اكثر ما هو الضرر اللي عنده يزيد يكمل عليه. جوك مكالمات كيتبسلو اللي يقول لك انا باغي نتزوج، انا باغي ناخذك، هكا تعري وجهكم اللي بغيتو وقت اللي بغيتو، ها اللي هادي ها اللي هادي، حشومه. انا وليت كنقول بغيت نحيد نمرتي ديال التليفون، بغيت نبدلها باش ما نبقاش نتحاك بحال ما هكا. بالنسبه للاخ ديالك محاولش يدير شي عمليه صلح بيناتكم؟ ما كاينش مع من يدير عمليه صلح، ما كاينش هو الراجل مع من غيتصالح. مع العلم ان السيد الراجل ما خاصوش خير، ما مخصوص من والو، عنده جوج ديور، عنده خدام بخير، ما مخصوص من حتى شي حاجه. الرسالة الأخيرة ديالي كنطلب، قلت لك خوتي المغاربة أنا عارفاهم كيتضامنوا مع بعضياتهم يوقفوا معايا. بغيت نكذبش لك، بغيت شي حاجة مناش غنعيش باش غنعيش ولادي، قلت لك باش نخرج إن شاء الله ندير لي مغيوة واحد السكن فيه شي استقرار، حتى جدي غيبقى قلت لك أنا هنايا في الدار، عندي واحد شي انتي ديال في اليوتيوب إلا كانوا يتساعدوا معايا، قلت لك إلا طلعت ليا هاديك وخدمت منها هاديك وحدة من فضل الله، منها ما نخرجش على برا، منها نبقى حدا ولادي، قلت لك راد عليهم البال ان شاء الله تنوصلهم داكشي اللي كنتمنى.